شكرا جدا. بص تعالى نبتدي المحاضره بتاعت النهارده زيتونه عشان خاطر الاستاذه نديم. تمام. احنا عايزين بقى نمشي، احنا قلناها قبل كده بس احنا التذكره يعني البروكسي، احنا من كلام الاء ان الفايل بتاعها كان فيه مشكله ان عدد الفيرتيز بتاعتها زادت. طب دلوقتي انا عايز اقلل عدد الفيرتيز دي، هقللها ازاي؟ هو في حاجتين. اول حاجه وكانت طريقه سهله يعني دي اللي هي كان امر اسمه برو اوبتمايزر. لو انت جيتي هنا كده ومعاكي كتل، مش عارف برضك فاكرين دي ولا اللي هو امر اسمه برو اوبتمايزر، مش فاكراه اللي هو ده. طب ده بيعمل ايه؟ بكالكليت عندي عدد الفيرتيز، بيقول لك ال 100% قصادها كذا فيرتيز. طب انت بتعملي ايه يا نديم؟ أوكي. الحاجه الاساسيه بتاعتك ان انت شكل الكتله لو اختلفت تشيلي ايدك من على الماوس، انت هتفضلي تقللي لحد ما شكل الكتله يختلف. خد بالك؟ اوكي انا كده بقلل فيرتيسيز. ايوه بص كده عدد الفيرتيسيز بتاعتك بقت قد ايه؟ كده خمسه اهي، شايفه؟ تمام. خد بالك؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي هي مور بروفيشنال بقى شويه، اللي هي عباره عن ايه؟ حاجه او وظيفه اسمها في ري بروكسي. طب ده صاحبنا ده بيعمل ايه؟ الفي ري بروكسي ده بيروح ياخد الكتله ويحفظ منها كملف، او يحفظها كملف اللي هو حاجه اسمها في ري ميش. فهو بياخد الملف ده ويقلع على الفيرسيز بتاعته. رؤيه عين قدام عينك مكسر، لكن لما بتيجي تعملي ريندر بيبقى تمام. ايه هي الخطوات دي؟ اوكي. ايه هي الخطوات؟ الاول اول حاجه بعملها انا بدوس رقم 7 عشان اشوف شكل العداد بتاعي عدد الفيرسيز كام؟ 39,651. ماشي. طب انا بعمل ايه؟ دلوقتي انا دي مش عارف مين كبر الكتله دي، مين صغرها، مين عمل لها ريسكيل، مش عارف. فانا بعمل ايه عشان احتفظ بنفس الكتله بنفس المقاس بتاعها بنفس الشكل اللي انت شايفاه قدامك ده؟ قبل ما بعمل الموضوع البي ري بروكسي ده، انا باجي اقول له هنا اهو لو سمحت روح اعمل لي هنا ايه؟ ريسيت اكس 4. اقول له ريسيت. خلاص يبقى انا كده ثبتت الوضع على ما هو عليه. تعالى بقى نشتغل اللي هي الوظيفه بتاعه البي ري بروكسي. اول خطوه انا بكليك يمين على الكتله، ثم حاجه اقول له لو سمحت اعمل لي هنا حاجه اسمها في ري ميش اكسبور. شكرا. بيقول لي اسم الكتله بتاعتك، احنا هنطلع الفايل ده على الديسكتوب، وتعال نسمي الفايل مثلا دكتوره نديم. وتعالى مثلا بيقول لك عدد الفيرسيز بتاعتك اللي هي الماكسيمم بريفيو فيسز كام؟ 10,000. ممكن اخليها مثلا 1000. يا نهار ابيض، يعني معنى كده ان الكتله بتاعتك هتنزل 9,000. خد بالك، بص لما هاجي اقول له اوكي، خلي بالك لما تيجي تقول له اوكي اوعى تكوني منتظر ان حاجه تحصل هنا، لا. طب امال ايه هو الحل؟ يعني انا مش فاهم. شيل الكتله بتاعتك دي، النتيجه اللي طلعت عندك ان في ملف من بره اسمه ايه؟ دكتوره نديم دوت في اي في ار مش، اللي هو في ري مش. انا مش فاهم حاجه، انت عملت كده ليه؟ عشان انت لما هتيجي هنا بقى تنادي من قائمه في ري وتقولي له لو سمحت اعمل لي هنا حاجه اسمها في ري بروكس، وادوس وان كليك ونادي على الملف اللي هو اسمه نادين اهو، تمام؟ الكتله تجيلي، هتطلع عندك شكلها عامل ازاي يا نادين؟ مكسره. حلو، ده قدام عينك انت بس. عدد الفيرتيز كام يا نادين؟ 3,110. حلو، من كام؟ من 39,000، يعني احنا وفرنا 36,000. طب تمام. ايوه ماشي، بس ده مكسر. اعملي ريندر بقى كده. طلع ايه؟ طلع زيه زي ما كان قبل كده. يبقى معنى كده طب ممكن اسال حاجه يا باشمهندس؟ ايوه عليا. طب هو انا لازم ان انا اشيلها واحطها تاني؟ انا في الشغل كده كان راح قال لي عليها بس ما قاليش ان انا اشيلها واحطها تاني. يعني ايه؟ يعني بقلل عدد الفيرتيسز اللي هو مثلا اللي كانت 10,000 بقت 1000، بس بتفضل زي ما هي، يعني مش بمسحها وارجع احطها تاني. لا انا مسحتها بس لمجرد ان انا اوريكي ان الفايل فضل، لكن انا بروح اعملها هايد، مش همسح اصل الكتله بتاعتي. خدت بالك؟ دي اصل الكتله دي، ده السورس اللي انا بشتغل بيه، احتمال اعدل عليه كمان لو احتجت. لكن كل اللي انا باجي بعمله ان انا مسحتها عشان اوريكي انها بقت او اتحولت من 39,000 حتى 3,000. بس انا العادي مش بمسحها، بس انا زي ما هي بتتغير لوحدها، صح؟ يعني هي الفيرتيسز بتقل كده كده لوحدها من غير ما امسحها، يعني مش مضطره ان انا امسحها ولازم احطها تاني. مش انت عندك الكتله اهي، انا ما مسحتهاش، انا عملت اندو. انا هاجي ليها كده اخليها زي ما هي كده واعمل لها هنا كليك يمين هايد، انا مش محتاجها.
اوكي يعني انا مثلا لو بعمل هايد اصلا مع بيه ممكن اعمل هايد يعني طبعا للبروتين طبعا، اوكي يعني هنا كده واقول له هنا في ري اهي وجات اهي زي ما هي و3000 ظهروا نفس القصه، بس انا قلت اعمل ديليت عشان اوريها لنادين هتطلع كامبر، ولما هتيجي تعملي ريندر ايوه تديكي انا نفس قصدي ان اخر ستيب دي مهمه اللي هي في ري بروكسي دي ده. لا ما هي هي دي اللي بت مش واخده بالك ان الفي ري بروكسي هي اللي هي اللي بتنادي اصلا على الفايل اللي احنا عملناه من بره اهو، خدتي بالك؟ اوكي ايوه تمام دي حاجه وحاجه مهمه كمان. طيب ايه رايكم تاخدوا زيتونه كمان؟ هي لا هنا صح؟ محرر. طب الاء احنا خدنا ان احنا ازاي نروح نعمل بامب، فاكر البامب اللي هو البارز والغائر؟ تمام. طب لو انا حبيت اعمل سجاده يا الاء هعملها ازاي؟ عارفه السجاجيد اللي هي بتبقى ليها فتله خيط تخينه او سجاجيد العاديه؟ اعملها ازاي؟ احنا بنفكر سوا بس بصوت عالي. هي بتبقى نبدأ بوكس عادي ماشي. وبعدين هنختار ال يعني لو هنعملها بامب هنختار لا الصورة بامب. اللي عليها الباتر اللي انا عايزاه. بس خدي بالك هي بامب. طب افرضي ان انت عايزه تعمليها اللي هي الفتلتها تخينه اللي هي موجوده، مش فاكر اسمها ايه، خدي بالك؟ بس هتلاقي في عندك فيها كتير اللي هي تبقى الفتله بتاعتها تخين، مش عارفه انت عارفاها؟ لا اللي هي بتبقى كأنها بشعر كده. اللي هي دي اللي هي زي دي كده شايفه، اللي هي مش المسطحه العاديه، هناخد واحده منهم مثلا اللي هي زي دي كده شايفه، اللي هي الوبره او الفروه بتاعتها بتبقى عاليه، سواء كده او سواء كده، تفتكروا ممكن اعملها ازاي؟ بس هي تانية ليها اسم بس انا مش فاكر هي اسمها ايه، بس ماشي يعني هتبان واحنا شغالين. يعني هي أنهي واحدة في الصور دي اللي هي شبه الموكات ولا شبه اللي هي الفر؟ ما هي الفير اللي هو الكتير العالي اللي هي زي دي كده، أيوة أنا قصدي دي اللي احنا اللي هي عايزين دي نعملها. اللي هي دي، وبالتالي أوكي هتقدري تعملي التانية. تفتكر اعملها ازاي؟ أنا اللي هي مش دي بنعملها. اللي هي دي شايفه؟ او دي اهي اهي اللي هي هي دي. ملهاش دعوة زي ما بنعمل كلوف كده ونخليها. لا مش بكلمك في كلاس، مش بكلمك في موديل، انا بكلمك في شكل اللي قدام عينك يطلع تحسي ان ده لا دي سجاده. اوكي نعملها ازاي بقى؟ ولا نتفق؟ نتفق. طيب بص تعالى نجيب هنا اي سجاده، خد بالك نجرب عليها وليكن مثلا، تعالي ناخد نشوف ده في صوره، دي مجرد صوره طيب. هي الستايل بتاعها قديم بس ممكن نجرب عليها، يعني هاجي هنا اقول له هنا سيف از ايمج او سيف ايمج از، وحركه تيجي على الديسك توب واقول له ماشي. تعالى هنا كده، وطبعا لازم تشتغلي هنا جوه استوديو، استوديو ده اللي هو فيه لايت جاهز، ما دايما لو انت تلاحظ ان انا بشتغل على ده فايل مشهور على الانترنت انا بجيبه بس عشان هو عباره عن استوديو، الاستوديو ده احنا ممكن نعمله احط لايت يمين لايت شمال لايت من فوق وشكل اللي هو اللاين اللي معمول له فالت وهكذا، انا مجرد ان انا بشيل ده بعمل هايد كده واشتغل، شايف؟ طيب ده الشغل بتاعي. طيب فين البلان اللي انت هتشتغله؟ مش هينفع انها تكون بلان، ده انت هتيجي تجيب هنا في الاكستندد هتجيب هنا حاجه اسمها تشامبر بوكس. ليه يا سيدي تشامبر بوكس؟ لان التشامبر بوكس ده انت بتقدري تتحكمي فين؟ في الكيرف بتاعه والشعر المنسدل على الاطراف. انت معايا؟ يعني الكيرف اللي انت عاملاه هنا اهو كده، خدت بالك ده بيسمح لك ان الاطراف بتاعتها تبقى منسدله. مش فاهم يعني ايه اطراف منسدله؟ هقول لك حالا. ادي السجاده اهي، خدت بالك انا بحاول اقربها على الكاميرا كده اهي، خدت بالك؟ وتعالي بقى واحده واحده. اول حاجه الكلام ده مش هيحصل اذا كانت عدد السيجمنتس اللي موجوده هنا عندك نادين كتير، وكل ما السيجمنتس عندك زادت كل ما النتيجه عندك طلعت افضل. حد معايا ولا فين؟ ده الفلت تمام خليه كده، واجي اخلي دي مثلا اهو كده مثلا 25 ماشي. طب ثم
حاجه هنا في الماتيريال. الله، هو انت قصدك هتحط لها ماتيريال وتحط لها ايه؟ هتحط لها بامب؟ لا، الماتيريال ده جزء. طب انت هتعمل ايه في الجزء ده؟ قبل ما تيجي تعمل الماتيريال هتيجي تخش هنا من عند في راي، هتلاقي في عندك هنا امر اسمه ايه؟ في راي فرست. دوست عليه وان كليك، جاست وان كليك بس. في حاجه طلعت، يا نهار ابيض، ايه ده كل ده؟ خلي بالك الكثافه اللي انت شايفاها قدامك دي مش هتبقى موجوده لو انت ما عندكيش سيجمنتس. وفي بعض الناس كتير قوي بتنسى الكلام. طيب ثم ايه الخطوه الثانيه؟ بعد ما انت تعملي الفير ده، احنا لسه كده كده هنرجع له عشان السيتنجز بتاعته. حضرتك هتيجي للماتيريال. واجي هنا على اي سلوت. كان في حد منكم سالني على موضوع السلوتس ده. تقريبا نادين لما سالتيني على الواتساب. انا. خلاص؟ فانا هاجي هنا من كده من ديفيوز واجي اقول له لو سمحت اديني هنا من جنرال، او اديني هنا بيت ماب، تعالى اديني هنا مثلا السجاده اللي هي ايه اللي هي، اقول له هنا اوب. جت لي هنا على الكوره فاقول له هنا اساين واقول له هنا شوف. عادي يعني. يبقى انا كده اديتها مره على الفير. وهاجي هنا كده اروح جاي ماسك الكتله اللي هي اللي انا عملتها اللي هي الشامبر بوكس. وخلي بالك انت مزوده السيجمنت عشان كده هو ايه هيز شويه كده اهو السلكشن خالص. وهمسك اللي هو الشامبر بوكس واقول له هنا اساين وشو. خلاص نقفل دي بقى كده، مش عايزينها في حاجه. وتعالي نبص هنا. خلاص طب ايه بقى السيتنجز؟ يا نهار ابيض، ايه الزرع الكتير قوي اللي طوله كبير قوي ده كده؟ تعالي بقى نمسك هنا اهو كده الفير واجي اقول له يعني. هو شغال هنا بالمتر؟ لا، لو سمحت روح هنا خليها لي بالسنتي عشان نعرف نحط مقاسات اهي. واجي اقول له هنا سنتيمترز وتعالي طولها هتعملها 30 سنتي. لا طب تعالى نخليها مثلا فرضا 3 سنتي. لا لا تعالى خليها 5. طب انت بيقول لك الثيكنس او التخانه بتاعت كل واحده 5. تعال نشوف، تعال نعمل رندر على ما هي فيه كده ونشوف. بص الفتله التخينه بتاعتها عامله ازاي؟ شايفها؟ اوكي. لا لا تخينه قوي، ماشي خلاص. ما احنا في ايدينا ان احنا نشغل السيجنال يعني بدل ما هي 0.5 خليها مثلا 0.1. طب هنا في حاجه اسمها جرافيتي، الجرافيتي دي اللي هي بتديكي الانجذاب للارض، يعني بدل ما هي تبقى منجذبه تبقى واقفه كده، شايفه؟ اوكي. ده شكل السجاده بقى. عايزه تعملها بند ولا لا؟ ايوه مش فاهم. طب ايه لازمته ده؟ لما بيجي نعمل جراس اللي هو الشكل النجيله الخضراء، النجيله الخضراء بتبقى واقفه. ما هياش فيها اي انحناءات خالص ولا حتى بند، خدت بالك؟ ولا حتى تيبر، تيبر ده اللي هو يبقى واسع من تحت وضيق من فوق. فاحنا الكلام ده بنصفره في الجراس او اللي هي ايه شكل النجيله الخضراء. تعالى نشوف كده بعد ما هي بقت 0.1. نعمل هنا كده رندر. بص بقى تعمل ازاي؟ شايفها؟ انتوا معايا ولا فين؟ حضرتك بس مستنيه اشوف الفاينل بس. شكلها تمام. وخدنا الشامفر وخدنا الشامفر بوكس عشان الشراشيب دي تطلع، خدت بالك؟ يعني هي دايما بتعملها بالشراشيب باي ديفولت؟ لا، ما هو انت افرض انت عايزه شراشيب دي في جزئين، في احيانا في سجاجيد ما فيهاش الشراشيب دي خالص، بس انا حبيت ادي زيتون ان هو تشامبر بوكس عشان يديك شرشيب على الاطراف الاربعه، او لو انت على حسب ما انت عايزه. يعني انا لو عملتها بوكس هيطلع لي كارفت عادي من غير الشرشيب؟ عايزه شرشيب لا عشان تبقى شرشيب منسدله على الاطراف كده ومايله واخده الكيرفات. اوكي تمام. وصلت؟ وصل. طيب تعرف تعمليها؟ يلا بص تعالى نعملها تاني اهي من اول ونجيب خالص. انا ما عنديش اللي هي الفير ده خالص اهو كده، حتى ده السلوت بتاعه ما فيهوش اي حاجه خالص، اجي اخد اي سلوت فاضي. دي الكتله بتاعتي وادي هنا السيجمنت الاول هنا اللانك ويتس، اخليه هنا مثلا 50 زي عند علاء كده بالظبط، واخلي هنا كده متر اهي. والفالت هخليه هنا 2 سم زي ما هو 2 سم وشويه، ماشي. والفالت هنخليه هنقول 5 مثلا. هخلي هنا سيجمنتس 50 50، والهايت سيجمنتس هزودها، والفالت سيجمنتس 25. ايه الستبس؟ وانا عامل سيلكت عليها حضرتك هتيجي كده من في راي، واجي اقول له هنا في راي فير اي، مش هعمل اي اكتر من كده.
ثم قبل بس ما اعدل اي حاجه خالص انا هاجي هنا للماتيريال واجي اقول له هنا كده خد الصوره اللي هي التعبانه اللي احنا بالعافيه لقيناها من شويه حالا دلوقتي بس اهي هاخد دي اهي اتبالك وهعمل هنا كده اساين وشوف جت جت على الكتله اللي هي بتاعه طب انا محتاج ان انا اخدها كمان على الشامبر بوكس يعني انا محتاج ان انا اديها الاثنين انا هاجي اعمل هنا كده اساين ودي اساين طب خلاص شوف قبل ما تيجي تظبطي اي حاجه خالص هتيجي تعملي بس رندر ونشوف ايه اللي هو اللي انت عايزه تظبطيه ده المنظر خلي بالك هي تقيله حاجه بسيطه يعني تمام ده هو محتاج ان هو اللينت بتاعه يقل ماشي فانت ماسكه ده كده واجي هنا كده من موديفاي 5 سم ده كتير هخليها مثلا فرضا 2 الثيكنس هخليه بوينت كذا لا انا عايز اخليه مثلا بوينت 4 عايز امتخخ شويه الجرافيتي خليها زي ما هي عايز ترفعيها براحتك اهي شايفة البند خليه زي ما هو والبيبر زي ما هو برضه واجي اقول له هنا كده اعمل هنا رندر دكتور بعد اذنك هو ايه لازمه الجرافيتي؟ الجرافيتي ده اللي هو بيخلي لك الفتله او الخيط متني او منجذب تحت. تمام. وصلت؟ تمام. تمام. طيب فرضا يا عمر ان انت معكش الاستوديو ده، هل انت ينفع تعمله؟ هو ايه الاستوديو؟ الاستوديو ده عباره عن شيء. الشيب ده انت ممكن تعمله بكذا طريقه، يعني ممكن اجي هنا باللاين واجي اقول لو سمحت انا عايز ارسم سواء كان على الجريد او حتى بالاس بي اي اللي هو بالاورس. طيب ثم حافل دي مش محتاج اجي هنا كده عبد الله على الفيرتكس دي اهي واجي اعملها هنا اهو كده فل. احنا اتفقنا ايام الموديلنج اول ما تشوف حاجه غلط فيها مشكله تبتدي انت تظبطها، ايه بقى اللي هو فيه مشكله؟ انتربريشن يا عبد الله تخليها هنا ادابتيف اللي انت كنت دايما بتنساها. هاجي هنا ريندرنج واجي اقول له هنا انيبل ريندر انيبل في 4 عايزها تبقى ظاهره قدام عينيك لاين براحتك عايزها تبقى ظاهره قدامك 3 دي فعليا زي ما انت عايز تعالى خليها هنا ريكتانجلر اهي وازود السكن اهو الشكل اهو زي ما انت عايز والتخانه براحتك مش هتفرق حاجه انت كده رحت عملت استوديو بس الاول خطوه اللي انت عملتها انت عملت كمودلز ده زي اللي هو اللي احنا دايما بنشتغل عليه ده فايل جاهز انا مجرد بدل ما اروح اعمل استوديو كل مره انت بالك لا انا بعمله مره واحده ثم يا لا انا باجي هنا وكده ببتدي ان انا اروح اعمله لايت حتى ستاندرد ما بجيش جنبه يعني باجي هنا لللايت واروح جاي هنا لدي ري لايت واخد حتى بلين لايت ما بلعبش فيها اي هم بيعملوا كده في الاستوديو الحقيقي طبيعي انا بس بقول لعمر عشان ما يبقاش في كورنر بس يعني انا يبقى سيمنس كده انفينيتي ابيض وبعد كده خلي بالك انت لما بتيجي تشتغله انت هو بيبقى عندك استوديو واحد وانت بتشتغل عليه شكرا على كده بعد كده حضرتك هتيجي تاخد دي كده وراح جاي هنا اعملها هنا ميرور مع كوبي كده واجي هنا اهو كده يا نديم اروح جاي واخد من النسخه كده اهي يبقى انت كده موجه الاضاءه للحاجات اللي موجوده حتى لو عايز تزودها انت ما فيش مانع ممكن تعمل لايت من فوق تاني يعني المهم انت بتجرب هنا بردك نادين بردك نادين خلي بالك عشان انت ممكن تعملي الكلام ده انت لو انت حابه تجربي يعني خلي بالك تمام اجي كده اهي يا لا انا بطول الدنيا عايز تكبر الدنيا بردك بالنسبه لك في الويدث بتاع الشكل اهو اهو يعني ما بدالك يعني مش تبقى فيها مشكله طبعا ما بقاش بالكبر ده طيب تعالى بقى اعمل السجاده اجي هنا اهو كده وراح جاي هنا من الاوبجكت واجي هنا كده ادي الاكستندد واجي هنا الشامبر بوكس اهو ماشي واطلع بيه سنه واجيبه هنا الفيلم وابتدي اظبط مقاسات يا نهار ابيض 600 سبع لا طبعا مفيش حاجه اسمها 600 دي انت هتيجي تعمل مثلا هنا هي مش 6 متر يعني انت احنا هنخليها مثلا حاجه 150 سم انت بالك عمر فانت بتبص على اليونت سكيل الاول قبل ما تشتغل واخليها في 150 سم برضه يعني خليتها متر ونص في متر ونص بص جت لك عامله ازاي اللي بتدفع 5 سم لا انا هخليه مثلا هنا هو سم نزل عندك على الارض انت بتظبط شغلك اهي واطلع بيها كده اهي ثم اجي هنا كده من موديفاي
الفيلت 75 سنتي دي طبعا ان شاء الله، لا 5 سنتي تلعب بقى في صاحبتنا السيجمنت، لان انت هتحط الرقم بناء على مين؟ على اساس انت حاطط حاجه هنا كده يا لا، وراح جاي حاطط هنا 50 في 50، واجي هنا الهايت سيجمنت هم كله على بعضه الهايت قد ايه سنتي، اروح احط مثلا 5 سيجمنت، الفيلت سيجمنت 5 سنتي احط له مثلا هنا فرضا 20، وكل ما بزود كل ما الكثافه عندي بتزيد. عينك طبعا بتبقى على الطب، شايف المربعات دي عامله ازاي؟ هي عدد بتزيد. ايه هي الستابس؟ اروح جاي هنا كده واجي هنا كده على في ري، خلي بالك انا بسجل لك دي عمر، واجي هنا فير اهي طلع بالمنظر اللي هو الخزعبلي ده، مش هعمل حاجه غير ان اخش على الماتيريال وهاجي اخد اي سلوت غير الاصلي. ليه اشمعنى يعني؟ الاصلي احتمال تكون انت واخده للايه للكادر بتاعك اللي هو. وارد ممكن تاخده ممكن لا. وهاجي هنا من ديفيوز وهتيجي يا عمر هنا من جوه جنرال، هتلاقي في عندك هنا بيت ماب، وهتيجي هنا تاخد سيبك من الصوره اللي هي النحس بتاعتنا دي، تعال نشوف اي صوره من ضمن الصور اللي احنا شغالين عليها. بلاش اللي احنا شغالين عليها، هجيب لك صوره مختلفه تماما من الكتل اللي احنا بنشتغل عليها. تعالى مثلا ناخد يا دكتور عمر، تعالى هي ما فرقتش كتير بس ماشي. اساين وشو، فانت جبتها على الفير. طب انت محتاج تعمل ايه؟ اخرج من الامر خالص كده اهو، واجي هنا كده همسك اصل الشامفر بوكس واقول له هنا اساين برضك والشو بتاعت الموقف. خلاص. قبل ما تعمل تعالى بس نغير اللون اللي هو الفوشي اللي هو الموجود في الباك جراوند، هروح اخليه هنا جراي. طيب انت هتعمل ايه بعد كده؟ هتعمل ريندر، ما تنساش اللي هي موضوع خطوات ريندر، انا بعملها برضك عشانك يا الاء، عشان انت لو كنت نسيت اي خطوه من خطوات الريندر اللي هي عندك ايه؟ ادي الكومن، فانت عندك هنا الاوت بوت ما بتخلوش هنا، تخليه هنا كاستم وتحط المقاسات اللي انت عايزاها بتاعت الريزولوشن بتاعت الصور. هي ده تمام يا دكتور. هنا واجي هنا جوه بي ري، هخلي هنا باكت، والباكت دي الماكسيمم سب ديفيجن دي احنا اتفقنا لما يكون في عندي تفاصيل كتير انت ممكن ترفع السب ديفيجن لحد 40 و50. يعني ايه كلمه تفاصيل كتير يا عبد الله؟ يعني انت لو عندك قيمه او عندك حلايا او عندك زخارف محتاج تبين التفاصيل ده. ما عندكش تفاصيل والشغل بتاعك مودرن في 24 ده ممتاز بالنسبه لك. فهاجي خلي عشان ده تيست هخليه هنا 10، واجي هنا الجي اي خلي هنا اريدينس ودي لايت كاش، وممكن اخلي دي فيري لو كمان لو هي بتقلق معاك عندك يا لا، وخلي دي 400 يعني لو جهازك تقيل يا لا. فده ده متاح بالنسبه لك. واجي اقفل الكلام ده وابتدي ان انا اجي هنا اهو اظبط الكادر بتاعي كده. وخلي بالكم انا ما ظبطتش ولا اي حاجه عندي غير ان انا طلبت الفير بس فقط. خلاص بص انا هعمل ريندر كده، ايه النتيجه اللي طلعت؟ طلع المنظر ده. ده حاجه كانت متوقعه ان انا ما ظبطتش اي حاجه. شايفه؟ عامل زي الشوك حتى اهو. يا عمر؟ يا دكتور مع حضرتك. طب تمام. وخلي المايك مفتوح يعني خليك معايا اونلاين. هقفل ده كده وتعالى بقى نعدل اللي هي جزئيه اللي هي رخمت عليك. اولا انت شكل السجاده اللي انت عايزها تعمل ايه؟ ايه شكل السجاده اللي موجود عندك يا عمر في البيت عندك؟ اللي هو ليه الفتله تخينه ولا اللي هو السجاده العادي؟ انت ما فيش سجاد خالص يا عمر ولا ايه في البيت؟ عمر طب في بيت طيب؟ عمر يا دكتور مع حضرتك معلش. في سجاده ولا ما فيش سجاده؟ لا عندنا اكيد. طيب السجاده العادي ولا هو ليه فتله تخينه؟ لا في الاثنين معلش انا عندي لاج اصلا. اوكي فانا هاجي اهو اللاج ده عند الكل ولا عندك انت بس؟ حد يرد. احنا هو انا بيوصل او بدا هو بيوصل متاخر بس تقريبا. ده عند الكل ولا عندك؟ لا كده تقريبا ظبط. تمام يا دكتور وحضرتك طيب. صوتك طيب. انا هاجي هنا كده واروح جاي قايل له مثلا ولنفترض هخلي التكنس او التخانه بتاعتها 3 سم، وتعالى نخلي الثيكنس بدل ما هي 0.5 اخليها مثلا 0.2، واخلي الجرافيتي بتاعتها هي ماينس كذا، وممكن اعدلها بس بعد شويه لما نيجي نتكلم انا وانت. ده المنظر بعد التعديل البسيط اللي احنا عملناه. هو النت فصل عندي ولا ايه؟ لا لا ما فصلش ولا حاجه، بس هو تقيل عشان في زوم وفي تسجيل وكذا. بص يا لا طلعت عندك الشعر مش كثيف ازاي؟ شايفها يا لا؟ ايوه شايف. اوكي
تعالي بقى انا هكنسل ده كده عشان اوريك انت هتعدل ازاي. انا هرجع لاصل الكتله بتاعتي اللي هي الشامبر بوكس اهو، وبدل 50 عندك يا عبد الله انا هكتب هنا اهو 250. احنا اتفقنا ان هي هتبقى اخرها 100. اه اخرها 200. اهي واجي اخلي هنا الهايت سيجمنتس بدل ما هو 5 اخليه هنا 20. اهي مش كده يا دكتور؟ تبقى تقيله جدا صح؟ ما هو تقيله احنا اللي عايزين بقى الكثافه. خلاص وهعمل هنا رن على ما عملتش اي حاجه خالص غير ان انا طلبت دي ان انا ازود سيجمنت. فاحنا اذا كنا بتاعتها ان انت بناء على عدد السيجمنتس اللي موجوده في الكتله على حسب ما انت عندك شعر هيكون موجود. اه يعني أول. الفتر نفسها. اي بصوا بقى عامله ازاي دلوقتي. اه بص الكثافه بتاعتها بقت عامله ازاي. ايوه وصلت. تمام. طيب تحب نبدا بزيتون عبد الله ولا امتحان؟ ممكن يعني قبل ما ندخل في حاجه جديده كنت عايزه اسال حضرتك لما يعني عشان اعمل الهيستوري انا اوريدي عندي الهيستوري انيبل. تمام. بس ازاي اجيب اللي هي الصوره في الهيستوري؟ هتدوس على البلس اللي موجود عندك في الاول خالص. على البلس؟ اه دوس على البلس. لازم تسوي دي يعني مش عشان انت عملت رندر ده هي هتبقى اوتوماتيك. على فكره هي ممكن تتعمل لها اوتو سيف. خلي بالك يعني كل ما تيجي تعمل ريندر هي من نفسها تحفظ الصوره. لا انا قصدي اعملي شير. طيب اجيب ازاي؟ طب اعملي شير. اعملي شير. انا عامله شير دلوقتي انتوا مش شايفين؟ لا انا شايف. هي فكره ان هي ما عندهاش اطلعي من اوبشنز كده. اه لازم تزود. اطلعي من اوبشنز انيبل. تمام ادوس على كلمه اوتو سيف. دي معناها ان دي سيف اند كلوز بقى. دي معناها ان انت كل ما هتيجي تعملي ريندر هي اوتوماتيك من تلقاء نفسها هتتحفظ. يعني السايد بار حضرتك انا ما كنتش عندي السايد بار حضرتك مش عارف. طيب خلي بالك هي مش ظاهره برضك. بص كده دي واحده هتلاقي في شرطه في النص مش عارف انت شايفاها ولا لا. شرطه ثقيله على الايدج الشمال. ايوه دي دوس واسحبيها. ايوه اوكي خلاص. دي اللي انا عايزاها. هتلاقي في اولا بص ممكن تدوسي بلس. تمام. وممكن كل ما هتيجي تعملي ريندر هو يطلع لك هنا اي صوره عشان انت قلت له هنا اوتو سيف. عشان اوتو سيف. اوكي زي الفل. ثانك يو. ما قلتليش هتحبوا تبتدوا امتحان ولا نبتدي بزيتونه؟ زيتونه. بس خلي بالك انتوا اللي جبتوا لنفسكم. طيب. احنا خدنا ان احنا قضينا كده كده هيبقى في امتحان دايما فمش فارقه. طيب احنا خدنا ان احنا نعمل بلاستيك صح؟ لا خدنا بلاستيك ايه؟ ان احنا ما بنحطش ريفلكشن قوي وهنحط الماتريكس اللي اسمها. طيب ما اعرفش احنا خدناها ولا لا. عملناها اللي هو بريسيت. لا مش بريسيت. لا انا بكلمك احنا اتفقنا من المره المحاضره اللي فاتت ان احنا بالاضافه للمكتبه احنا هنصنع فوت الماتيريال. احنا اتفقنا ان انت عندك الماتيريال هي عباره عن كذا ضلع. اول ضلع اللي هو ديفيوز، ثاني ضلع اللي هو اسمه ريفلكت، ثالث ضلع اللي هو اسمه ريفراكت. الريفلكت ده اللي هو الانعكاس. حلو. وقلنا المره اللي فاتت بنعملها على حسب ما احنا مش فاهم يعني ايه ابيض. مع درجه الريفلكشن هي عباره عن قيمه ما بين اللون الاسود اللي ما فيش انعكاس خالص واللون الابيض اللي هو انعكاس كامل، وهي عباره عن قيمه بين اسود وابيض، وممكن تتحرك جراي يبقى انعكاس وسط وهكذا. طب معلش انا عايز احط بالقيمه احطه ازاي؟ الاء بدل ما اتحرك عندي بايديا انا ممكن احط قيمه ما بين 0 و 255. هتشايفها؟ لو حابه بالقيمه. طب تمام. طب معلش انا عايز اروح اعمل مرايه هعمل ازاي؟ احنا اتفقنا بخلي هنا الريفلكت ابيض تمام؟ واشيل الفريسنال ريفلكشنز دي اشيل منها علامه الصح. معنى كده ان انا هروح للي احنا خدناها في الانتيرير اللي هو شكل مرايه مش عارف حد فاكرها ولا لا، اللي هي بروح اخليها مرايه او مرايه تماما يعني. حد فاكرها؟ دكتور مش فوق بيبقى اسود؟ لا الديفيوز. الديفيوز عندي هنا بيبقى اسود خالص تماما، والريفلكت هو بيكون ابيض، واشيل الفريسنال. خلاص ده لو انا حبيت انها تكون مرايه. طب استنى كده
ودي عشان الباك جراوند تبقى ترانسبيرنت عشان اقدر اشوف ريفلكشن. طب انت بتقول لنا من شويه انا عايز اروح اعمل بلاستيك، والبلاستيك ده هو عباره عن ايه؟ انا عايزك تحلل لي بس الكلمه دي، مش البلاستيك ده يا جماعه عباره عن لون؟ ها صح، اهو ادي مثلا كتله ايه وهعمل هنا كده اساين الله. طب هو البلاستيك ده بيلمع ولا ما بيلمعش؟ مش قوي حاجه، خلي يعني درجه بيدي درجه خفيفه بيدي. اوكي هخلي درجه الريفلكشن بتاعتي جراي مثلا، واقول له الجلوسنس. ايه هي الجلوسنس؟ دي عباره عن اللمعه اللي هي بتبقى موجوده، او الاضاءه اللي بتبقى موجوده اللي بتزود لي قيمه اللمعه. كل ما الاضاءه زادت كل وقربت من الكتله كل ما اللمعه زادت. مش فاهم يعني انت عندك الرقم اللي موجود عندك هنا ايه؟ رقم كام؟ واحد توتال ريفلكشن. في ريفلكشن كده؟ لا. طب خلي كده ترانسبيرنت الباك جراوند عشان تقدر تشوف. شوف كده في ريفلكشن. في تمام. فانا هنا كل ما هاجي اقلل القيمه بتاعتي دي اعلى، كل ما الريفلكشن عندي هيقل. يعني لو انا رحت خليتها مثلا 0.7، شوف كده هيقل ولا لا؟ يس. الله، طب ده معناه ايه؟ لو انت خدتي بالعاميه كده، فين الموبايل بتاعك يا الاء؟ طيب لو انت جيتي هنا قربتي بالكشاف اللي هو بتاعك انت على حاجه بتلمع، هتلاقي درجه اللمعه بتاعتها بتزيد. طب لو انت جيتي بعدتي بالموبايل بتاعك بعيد عن الحاجه اللي بتلمع دي، هتلاقي الدايره او اللي هي الجلوسنس ده كبر، حجمه كبر، وفي نفس الوقت اللمعه بقت فاضيه. يعني لو انا جيت هنا يا عبد الله خليت بدل ما هي 0.7 اخليها مثلا 0.65 مثلا. شوف كده. ممكن سؤال سريع؟ دايما الحركه دي بتحصل عندي. طب بص الاول قول لما وسعت ولا ما وسعتش؟ والريفلكشن كمان قل. طب تعالى خليها لي مثلا 0.9. بص السيركل نفسها بتاعت اللمعه عامله قد ايه؟ صغرت وقربت والريفلكشن زاد. قول بقى كان سؤالك ايه؟ السفير دي بتبقى 2D، عايز ارجعها تاني سفير. يعني دايما بتتحول لسيركل مش كوره. وبتبقى السيركل لونه اسود؟ لا بتبقى نفس لون الماتيريال، هو بس ما بتبقاش 3D، هي بتبقى 2D. انت بتجيب الماتيريال يعني ايه؟ بتجيب الماتيريال. لا ممكن اوريها لك دلوقتي. يعني هي بتحصل لي دلوقتي، هي حصلت لي دلوقتي وحصلت لي قبل كده. مش عارف اعمل لي برنت سكرين يثبت المعلومه عشان احلها، ابعتها لي على الواتساب واكمل. طيب كده 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 احنا بنعرف نعمل بلاستيك. طب استنى. طب احنا يا جماعه خدنا ان احنا نعمل خامه الذهب صح؟ لا خدناها. طب ازاي؟ طيب تعالى نحللها سوا. هو الذهب ده لونه ايه يا الاء؟ نادين انت معايا نادين صح؟ بولد. طيب الذهب لونه ايه؟ طيب يا باشمهندس مع حضرتك تعالي ناخد مثلا لون اصفر او جولد شويه، واللون ده هاخده هنا كده يا عمر كابي تحت للريفلكشن، واروح لازم يكون في فرق ما بين الاثنين، اخليه غامق كده شويه. حلو؟ انا مش بتكلم على البريسيت، انا بتكلم انا بصنع. فانا عندي هنا في ديفيوز اديته اللون ده، وجيت في ريفلكت اديته اللون ده، والجلوسنس اللي هو بتاع الذهب انا هاجي اقول له هنا 0.9. وتعالى نعمل هنا كده اساين وشوف. اي ماشي، بس ده كده بلاستيك. طب شيل هي كده الفيرست ريفلكشن، شو كده بقى ذهب؟ لا لسه. لو انا عملت الريفلكت اخر خطوه بس ريفلكت. اخر خطوه تعالى ادي له هنا الايفكت اللي هو بتاع الجولد او بتاع الميتالز كلها اللي هو اسمه ايه؟ بورد. بص كده لما تيجي تعملي ريندر شوفي كده هيبقى ذهب ولا لا. جميل. خلي بالك انت بتصنع. طب انا سهل عليا اريح دماغي واخد من المكتبه، ما ده طبيعي، بس المهم ان انت تبقى عارف ازاي بيتصنع ثم اعمل ما بداله، لكن ما تبقاش نقطه قصور عندك. حد معايا ولا فين؟ سؤال. طب هسالك انا سؤال. لو انت عايز تعمل بقى مذهب يا عبد الله تعمل ايه؟ يعني هو في فرق ما بين ذهب ومذهب؟ طبعا. المذهب ده اللي هو بيكون في الصالونات او الانتريهات اللي هي، او حتى في البراويز، او حتى في الورق الشوكولاته يعني. صح؟ درجة اللمعة بتاعته قليلة، طب أنت هتعمل إيه؟ تعالي هنا كده يا آلاء، وتعالي للريفلكت اللي أنت عاملاها الجلوسن دي بدل ما هي 0.9 خليها له مثلا 0.7. وتعالي نشوف كده هيبقى فيه فرق ولا لا. هي نفس اللون واللون والريفلكت والوارد من تحته كلها، والفراس اللي أشيلها هي نفس الستبس بس قليل الجلوسن. بص كده في فرق، شوفي كده بقت عاملة زي ورقة السلوفان اللي هي بتاعت شوكولاتة ولا لا. أو لو حد عنده أنتريه مثلا مدهم
يسمى مودرن، هي الحاجات القديمه يعني. يس وطافت شويه. اه لا ده معلش، طب احنا عايزين فيها ازيد شويه، خلاص ما دي براحتك يعني، تعالي هنا اهو كده واخلي دي مثلا 0.6 مثلا. اوكي تعالى كده واقول له الله، ده الموضوع سهل يا جماعه. طب احنا خدنا اللي هي موضوع الميتال صح، الومنيوم، حديد مجالفن. لا ما خدناهمش. خدناه دلوقتي حالا. ازاي خدناه؟ تروحي تحللي الشكل ثم تبتدي تعمليه. طب معلش يا الاملين انت من خلال اللي انا قلته لك من شويه. اوكي عايزين نعمل ايه؟ حديد او بلاش نعمل اللي هو الستانلس اللي هو بتاع الحنفيات مثلا، ادي كوره اهي. اعمل ايه؟ اوكي هنروح على ديفيوز واختار جراي. اوكي فاتح طبعا. اول ضربتين تاخديهم ماشي. وبعد كده في الريفراكت هاخد كوبي ماشي دراج، وبعد كده اخليه افتح شويه او اغمق. افتح او اغمق على حسب اللمعه اللي عايزها. اوكي ماشي ثم عايزها بيلمع بيلمع. 0.95 ماشي ثم فين بقى الايفكت كده؟ ده هخليه ولا هو انه مرايه؟ هتشيل الفريسنو ماشي، لان انت طب هقول لك حاجه، الخلاط اللي موجود عندك في الحمام مش انت احيانا لما تيجي تحطي ايدك تشاوري بس مش بتلاقي صوابعك طلعت في الخلاط؟ رؤيه عين، فهو بيديك ريفلكشن. يس خلاص. طيب الايفكت بقى الورد اللي هو بتاع الميتال. تعالي بقى نشوف كده، واعمل هنا كده اساين واعمل هنا شو. بس ما تنسيش حاجه، ان الشكل ده بيتاثر بالانفايرمنت اللي حواليه. الانفايرمنت حواليه سواد تمام، يعني مكان مفتوح معايا. يعني لما هتيجي تعملي ريندر كده الايفكت الموجود شايفه السواد او الضلمه شويه، هو عاكس كده اللي حواليه. يس تمام يا عبد الله. طب ممكن ايه مثلا الناس اللي في الماتيريال دي؟ نعم تقول ايه؟ في حاجه اسمها ميتلنس. طبعا ميتلنس طبعا دي لسه بنعملها ايه. اوكي طب لحد كده دي كده فيها مشكله؟ باشمهندس معلش، هي الفريسنل ريفلكشن دي ايه لازمتها؟ بتديك انعكاس كامل. انعكاس كامل؟ ايوه زي المرايه كده لما نقفلها. اوكي تمام، يعني لو فتحناها مش بتعمل ريفلكشن للي حواليها. بتقلب معاكي بلاستيك، بتقلب معاكي سيراميك، بورسلان، مش عارف ايه حاجات، لكن اللي هي الحاجات اللي فيها ريفلكشن. اوكي تمام. عبد الله انا قطعتك كذا مره وقلت لك استنى، انا عارف. قول لي كده عبد الله كنت عايز ايه؟ ما انا بحاول افكر هي كانت في ايه بصراحه. انت نسيت؟ اه طب ليك عندي امتحان بقى عشان تنسيت. احنا انت خدت خانه الجلد عبد الله صح؟ لا خدناها والله. لا طب تصدق لو ما قلتوش والله لزودك امتحان زياده عبد الله؟ احنا خدنا الجلد والله، خدناه النهارده الوقت من شويه حالا الوقت. هو اكيد هتبقى زيها كده بس مش يلا زي قول. الذهب ولو قلت يا عمر هخصم درجتين من عند عمر او عند عبد الله واديهم لك. لا ليه نخصم؟ ما ممكن خلاص مخصوم منكم انتوا الاثنين بزياده 2 طاسه. يلا عبد الله جلد بكل نوع ايه؟ الجلد ماشي، احنا ممكن نعمل الماتيريال بس التكستشر هو اوكي ماشي اهو ادي بني يعني التكستشر نعمله مثلا. وخلي بالك انت مش لازم الجلد يكون بني، ده هو المعتاد او المتعارف عليه انه بيكون بني غامق او بني تحت. الصاين وشوف تعالى بقى نفكر انا وانت كده، هو الجلد ده بيكون عامل ازاي؟ هو الجلد ده بيكون ليه لمعه، فتعالى كده نديله لمعه. في سنة لمعه. هو انت قلت لنا من شويه يا نادين اللي انت عندك لمعه الجلد، انا ممكن اخليه مثلا، وتعالى نكبر دي كده نشوف، انا مش شايف وهي صغيره ماشي. حاجه اقول له مثلا خليها لي بوينت وخلي بالك بردك وخلي بالك بردك الجلد ليه درجات لمعه. هو ايه الفرق ما بين الديفيوز والريفلكت؟ يعني انا عارف ان لو عملتها اسود هيبقى في درجه عاليه من الـ reflection، لو عملتها اسود هتبقى خالص، عملتها ابيض هتبقى درجه عاليه من الريفلكشن، وما بين البنين من في الجراي. لكن لو انا اديتها اللون زي ما حضرتك عملت واديتها اللون بيعمل لك ميكس منه في الريفلكشن. جلد ده ولا مش جلد؟ انا عايز البنات ترد عشان هي اكتر ناس بتفهم في الحاجات دي. الصح ها مش احنا المفروض نشيل الصح اللي
لا مش لا عارفة ليه مش حاساه جلد قوي. هقول لك خلي بالك انت في عندك، مش بتكلم على جلد شنط، انا بتكلم على جلد كراسي، جلد صالونات، جلد انتريهات. وخلي بالك في حاجه، انت مش لازم يكون الجلد عندك املس، ده نوع من انواع الجلد. انت في عندك جلد تعبان، جلد فيه تيكتشر. ايه ده ايه ده تيكتشر؟ انا مش عايز احنا بلاستيك الله، مش لا مش انا بلاستيك يا عامل راجل. بامبي. ايوه جدعه، احنا في عندنا هنا مابس، واجي اجي عند بامب هنا اهو كده، واقول له لو سمحت انا محتاج التيكتشر يا اما صوره يا اما تعال ناخد لها هنا نويز، يعني من جوه بامب هاخد نويز. يا لهوي دي بقى كبيره قوي، دي بقت عامله زي تشوكت صح؟ بابل. لا لا انا عايز اقللها شويه معلش، بدل 25 خليها هنا واحد. ايه دي؟ جلد ولا مش جلد؟ جميل جدا. لا لا جلد مش هو ده اللي انا، مش هو ده اللي انا شفته، او مش هو ده اللي نادين شافته. طب انت شفت ايه يا نادين؟ قالت لي والله انا شفت جلد مثلا اللي هو جلد فيه تيكتشر مضلعه قوي. يبقى انت كده كل ما عليكي ان انت هتيجي بدل ما تاخدي نويز هاخد بيت ماك. فين التضليعه دي؟ صوره التضليعه دي يا نادين هي عباره عن صوره او تيكتشر انت بتختاريها. خدي بالك؟ يعني انت ممكن تصنعي الجلد اللي في مزاجك. تعالي هنا ادي تيكتشر، ومثلا نادين عاجبها التيكتشر اللي هي دي. اهي شوفي كده دي يا نادين. بس ما كانش بتلمع كده، ده هو كده قلب مشمع. طب هتعملي ايه يا نادين؟ هرجع تاني للريفلكشن. حد واخد باله من الميكس اللي انت بتعمله طالع نازل 0.65 مثلا؟ حد معايا يا جماعه اللي فين؟ يمشي يمشي جواكت، يمشي شنط. طيب يبقى المقصود من كل الرغي اللي انا رغيته ايه؟ انت ممكن تروحي تصنعي التيكتشر على المزاج. انت عندك ميكس ما بين ثلاث اضلاع، احنا خدنا النهارده منهم ضلعين، اول ضلع اللي هو كان الديفيوز، ثاني ضلع اللي هو كان الريفلكت. الديفيوز احنا اتفقنا يا اما يكون، يا اما يكون يا اما لون يا اما صوره، انا بقول كده عشان خاطر عمر اللي هو ما حضرش معانا. الريفلكت اللي هي درجه الريفلكشن هي الانعكاس، وده ثاني ضلع في منتهى الاهميه اللي هو لونه ما بين اسود وابيض، وممكن احط الدرجه يا اما بايديا يا اما مانيوال يا اما برقم. درجه الجلوسنس درجه اللمعه اللي هي بتزود لي قيمه الريفلكشن او بتقللها كل ما الرقم ده قل. عايز انعكاس كامل، فباجي اقول له هنا فريست ريفلكشن، بشيلها بشيل التكايه من عليه، واقعد العب بقى في الميتالز. طالما بتقول ميتالز فانت مضطر ان انت تيجي من تحت تاخد الايفكت اللي هو بتاع الميتالز اللي هو الورد. وصلت؟ يس. طيب ايه المطلوب بقى عشان الكلام ده يحصل؟ اول حاجه احنا خدنا اللي هو نجرب الجولد والميتال، كل اللي احنا جربناه ده لازم يتعمل وتبان عشان اعرف مين عنده قصور في ايه واقدر اعيد ايه تاني. وصلت؟ طيب ممكن حضرتك تشوف الواتساب علشان اعرف اعمل الشكله دي. طيب انت لما تطلع لك الطريقه دي كده، تطلع من كاستمايز دي كده، بتلاقيها من كاستمايز اللي هي كاستم يو اي، هتلاقي في الجهه الشمال اللي هي الماكس دوت في ري فيها مشكله، اختارها ماكس دوت في ري. اختار ايه؟ الخطوتين ماكس دوت يعني الخطوتين اللي احنا عملناهم في الاول شيك عليه، دي لازم تكون ماكس دوت في ري. انا عارف انها بتقلب لوحدها، طبيعي انها بتقلب لوحدها، مش ده طبيعي بس ده المعتاد من الماكس يعني. فاحنا خلاص يعني انا عارف ان انا لو قفلت الماكس وفتحته تاني هيبقى هتتظبط، بس كنت فاكر ان هي كان ممكن تبقى في حاجه كده بتعمل. لا لا هي مش شبهها بالظبط يعني. طيب دلوقتي كان سؤال نادين، دلوقتي هي بتظهر قدامي هنا، لكن لما باجي اعمل لها هنا اساين واعمل لها شو ما بتظهرش. طب ليه؟ بص اي كتله معمول عليها موديلنج او ملعوب فيها زي دي كده وتيجي تعملي ريندر، عشان الماتيريال تظهر فيها لازم اجي من موديفاي واطلب لها امر اسمه يو في دبليو مان اللي هو ده. حلو. طب ده بيعمل ايه يو في دبليو مان؟ يروح يفرد الماتيريال بالعاميه كده على الكتله بتاعته، على اساس ان هي بلان، على اساس انها سلندر، على اساس انها سفير، بيطبق على الماتيريال على الكتله. مثلا هاخد انها بوكس، ممكن اروح اغير مقاسات الماتيريال وممكن اروح اعملها تايلنج واكررها. تعالي نعمل كده ريندر اهي. بص بقى عامله ازاي. طب تمام اوكي. معلش انا عايز اعدها لك تاني او عايزه تاني، هاجي اخد كتله تانيه كده، ومثلا انا مش بعمل جلد، ده انا هروح افرد مجرد صوره عندك على الكتله كاني هنا ما عملتش اليو في دبليو ماب. هاجي اخد سلوت، وهاجي اخد هنا من ديفيوز، وهاجي هاخد من بيت ماب، وهاجي اخد مثلا التيكتشر مثلا دي اهي، واعمل هنا كده اساين، اعمل دي كده هنا اساين، وهعمل هنا شو. ها
هل جت ولا جت في عينيها بس؟ جت في عينيها بس. طيب هتروح حضرتك جايه هنا كده من الموديفاير ليست واجي اقول له يو بي دبليو ماكس اللي هي دي. تروح فارد لي الكتله وابتدي ان انا اختار بقى ما بين بوكس وما بين سلندر وما بين وما بين عشان تشغل الكتله بقى. الخلاصه ان انت عندك اي كتله معمول عليها موديفاي ما تظهرش عليها الماتيريال اوتوماتيك حركته تروح تدي لي يو بي دبليو مبني على مين؟ الموديفاي. وصلت؟ اوكي تمام. تمام شكرا قوي. طب ممكن سؤال كمان؟ طبعا. هو حضرتك لما وعن كل سؤال لي كده ركز زياده. حضرتك لما جيت عملت الجلد عملت نويز؟ عملت بس انا النويز مش بتظهر لي غير لما اجي اعمل يعني مثلا ان انا مثلا اجي من البامب بعديها انا اعمل نويز بس ما فيش الاوبشن بقى ان انا اعمل نويز من قبل ما من غير بامب. اصل خلي بالك يعني ايه بامب. بص احنا في عندنا نوعين من البارز والغائر. اول نوع اللي هو البامب اللي هو بيديني بارز وغائر في حدود اللي هو العرنوس بتاع الارض او الفارغ او الفاصل ما بين كل سيراميكا والتانيه فده في الضعيف. فباجي اخد من هنا بامب بدل بيت ماب. لا انا باجي اخد من هنا نويز او اي تيكشر تانية. انا ممكن اخد سيلرر مثلا. اوكي ايوه حاجه اخد هنا نويز. فانا كده كان بقول له ايه؟ بقول له لو سمحت البارز والغائر بتاعي انا عايز يكون بامب يكون نويز. طب حجم النويز معلش لا معلش خليه لي واحد كده. دي هي قالب الجلد وممكن تنفع دهان حيطان دهان البلاستيك. لا لا معلش طب خليه لي مثلا خمسه. ثلاث ليش زي الشوكولاته اللي هي البابلز. طب معلش استنى هو انت ما ينفعش ان انا اعمل نويز اللي من هنا؟ لا ينفع ينفع اروح في المودرنج لو انت فاكره خدنا اللي هي نويز وخدنا ريبل لو انت فاكراها بس دي كانت بتضطرني ان انا اروح ازود عدد السيجمنت. انت هنا بتزودي السيجمنت لان هنا مجرد شكلا بس وبتديني فعلا افكت طبيعي ان هي معمول لها بامب. بص كده انا عاملها يو في دبليو ماب وعاملها هنا كده اساين وادي شو شايفه واجي عاملها هنا كده ريندر. بص المنظر بقى تعالى عامل لا لا مش باينه قوي يعني تكاد تكون مش باينه. طب تعالى كده كنسل والبامب اللي انت مديها اللي هو كان شكله ضعيف انا هاجي هنا كده بدل 30 انا راح اخليه 1000. ياه ده كتير. لا خلي بالك انا بقول لك 1000 لمجرد ان انا اوريكي بس. وخلي بالك ال1000 دي ممكن تبقى بلس 1000 وماينس 1000 يا اما بارز يا اما غائر يا اما غائر زي ما احنا خدنا فين في الباركيه المره اللي فاتت لو انت فاكر. فاكر شايفه. لا ده حجمه صغير قوي يبقى انا كده مضطر ان انا اجي من جوه هنا بدل ما اخليه هنا 5 هروح اخليه هنا 50 نشوف الفرق. خدت بالك فلازم تبقى في مرونه في التعديل عندك وانت شغال. اوكي ايوه تمام. بس خدي بالك انت البامب ده بيديني البارز والغائر في حدود الضعيف. ايه ده هو انت قصدك ان في حاجه في حدود القوي؟ طبعا. انا ممكن اجي اخد من هنا سلوت كده باللون ده مثلا بتاعه واجي هنا اخد بامب اخد امر بامب امر اسمه ديسبليس. بس خد بالك ديسبليس ده صعب قوي. يعني ايه صعب قوي؟ يعني الايفكت بتاعه بيكون قوي. يعني لو انا جيت ديسبليس وجيت اديت له نويز هي وجيت خليت النويز قيمتها 5 زي ما انا وريتك كده تفتكري ممكن يكون الشكل اللي هيطلع لك عامل ازاي؟ بص كده بص البتاع ده ورم ازاي؟ شايفاه؟ فالايفكت اللي هو فالايفكت اللي هو بتاع ديسبليس ده قوي جدا. تاني انا هاجي هنا كده بدل ديسبليس هرجع كده تاني باك وانزل كده من تحت واجي هنا انا مش عايز بامب لكن هاجي هنا ديسبليس ومش عايز نويز او هخلي نويز بس القيمه بتاعتها صغننه يعني اخليها هنا 1 او اخليها مثلا 0.3 مثلا وده نعمل هنا ريندر. بص الشكل عندك بقى عامل ازاي؟ اوكي ايوه تمام تمام. فالايفكت البامب هو اخو ديسبليس بالظبط بس البامب في حدود ضعيف ان في اللي هو فيما هو شابه العرنوس او الفواصل. اما اللي هو القيمه بتاع الديسبليس هو بيديني ايفكت قوي جدا. خدت بالك؟ وصلت يا جماعه؟ طب يا باشمهندس هو البامب لازم التكستشر احطها تبقى لونها ابيض في اسود ولا مش شرط؟ لا هي الابيض في الاسود يكون افضل او يكون احسن. بس قصدي لو جبت صوره مثلا جلد بس مثلا اي لون مش هتديني ايفكت ولا عادي هتديني؟
طلع كده. اه طيب هو ده لما عمل ايه؟ اه ديسبلاي. اه فخدي بالك انت عندك الابيض والاسود بيديني الايفكت بتاعي صريح. انا ممكن اخليه جراي، درجه جراي غامق او درجه جراي فاتح، فده بيبقى على حسب الصوره اللي انت عايزه تطلعي. وصلت؟ تمام. طيب انا هعملها مره كمان عشان تجربوه. انا هاجي اخد من هنا اي سلوت، واعمل هنا اساين، واعمل هنا شو، واطلع هنا كده من تحت عند مابس، واروح جاي عند ديسبليس. تيجي نجرب حاجه، لو انا حبيت اعمل جراس مثلا، اخلي السلوت دي مثلا اخلي لونها اخضر، كان الدبدوب ده هخليه اللي هو شكل الجراس او يطلع منه جراس. هاجي هنا كده من تحت وعندي ديسبليس، وحركه تيجي عند بيت ماب، وهاجي اخد من جوه بيت ماب هاخد صوره، صوره الجراس. يعني ناخد دي مثلا واعمل هنا كده اساين، واعمل هنا كده شو، وده اللي نعمل ريندو. شايف اللي حصل؟ يبقى هو راح وظف الصوره على اساس الديسبليس واداني فيها البارز والغائر بس بقوه. شايفها؟ وصلت؟ تاني تاني معلش. انت كنت فين؟ انا كنت باصص بس يعني سرحت. طيب بص انا جيت هنا اهو كده. بص انا جيت هنا في الديفيوز اللي هي دي، اديته لو، وجيت عندي في الايفكت اللي هو بتاع ديسبليس، رحت جاي مديله صوره. تعالى اديله مثلا صوره، انا خدت الجراس اللي هو الصوره دي، او تعالى ناخد اي تيكتشر تاني. يعني انت ممكن من ضمن التيكتشرز اللي هي الموجوده، ايه رايك ناخد ده مثلا؟ اهو بص كده، لما اجي اعمل ريندر هيبقى اللون الاخضر بالايفكت ده القوي ده. بص انسل انسل، وهاجي اديله مثلا، بلاش ده، بلاش البيت ماب دي، ممكن اجي اخد بيت ماب صريحه شويه. باشمهندس بامب برضه هتدينا نفس الايفكت بس يعني على اهدى شويه صح؟ اه على ضعيفه طبعا. بصي ممكن حضرتك تعمل الماتيريال سباتر بالديسبيس. الماتيريال ايه؟ بتاع عارف لما بنيجي نرش فيلا ولا حاجه من بره، بيبقى ال تيتشر اللي هي الطرطشه هتعملها بامب، مش هتعملها ديسبيس طبعا. ازاي بقى؟ هتبقى بامب، هتاخد صوره. يعني انت هنا اللون عندك هيبقى ابيض، مش بالنويز يعني؟ لا مش هتبقى نويز. انت هتيجي هنا من مابس وهتيجي هنا عند بامب، وتروح انت جاي مثلا واخد خامه سيلر مثلا اللي هي دي، واعمل هنا كده اساين، واعمل هنا كده شو. مش باينه، كنسل. اروح ادي دي البامب ازودها. الايفكت اللي هو بتاع الديسبليس هديك قوي جدا، يعني التكتشر بتاعتك هتبقى قوي جدا. خدت بالك؟ مش يعني لو مش شغال ببامب اروح ديسبليس دي الروم يعني؟ اه يعني دلوقتي احنا جربنا 700 بامب. لا بس مش هتبقى، لا احنا جربنا 700 بامب بس عشان دي كتله التكتشر بتاعتها مش هتنفع عشان ال الايفكتس اللي انت بتعملها هنا بوكس او كده. يعني على اي حيطه، اي اه على اي حيطه عدل هتنفع. خدت بالك؟ يعني تعالى هنا ديسبليس، ولو انت جيت خدت سيلولر مثلا، بص الايفكت بتاعها هيبقى عامل ازاي؟ ده حاجه وده حاجه تماما. بص ورم ازاي؟ حتى لو انت جيت قللت قيمه القيمه نفسها والسايز بتاع ديسبليس. يعني لو انت جيت خليت من الديسبليس هو القيمه الستاندرد بتاعته 100 اهي، لا حاجه خليها مثلا هنا 5، بص الايفكت عندك هيبقى عامل ازاي؟ انت فاهمني؟ يعني البامب وديسبليس هما الاثنين واحد، بس البامب الايفكت بتاعه ضعيف، الديسبليس الايفكت بتاعه قوي قوي جدا. ما ممكن يعني معلش، عشان انا قعدت احاول اعمل الماتيريال بتاع السبلاتر ده اليوم كله ما عرفتش، فممكن تعمله اي وول كده سريع، مش يعني
بص ايوه سريعا اهي انسل لا زي ماسك هنا بوكس اهو في الحيطه اهي. ايه شكل التيتشر او 13 اللي انت عايزها؟ زي الصور اللي هو في حاجات طالعه وحاجات نازله كده زي في الصوره اللي هي الصوره. اه حاجه من هنا كده كانسل وحاجه من هنا الماتيريال واخد هنا اي سلوت اهي اساين وممكن اجي احط هنا طوب واخليه بارز وغائر برضك وممكن اخليه درجه لون كانه جبس ابيض وليه 13 اهي. اجي من هنا كده من مابس واجي هنا ديسبلايز واجي اقول له لو سمحت ديت ماب اخد صوره اهي اساين وشو. طبعا القيمه بتاعتها كبيره قوي. بص انت الشكل عندك هيبقى عامل ازاي؟ اه ما طلع لي كده. بص عامل ازاي؟ وكمان بتاخد وقت في الرندر كتير. شايف بتغيب ازاي عامله ازاي؟ والافكت بتاعها مش هيبقى حلو. امال اعمله ازاي بقى؟ هتيجي تاخدها اه تاخد طبعا طبعا يعني بدل ما هنا الديسبليس كليك يمين ممكن اخده من هنا كات واجي هنا كليك يمين واقول له هنا بيست. بص الفرق بص بص الكوره نفسها بقت عامله ازاي؟ اوكي اهي ما قربش ناحيه ديوز خالص. لا انت جرب جرب ديسبليس او كل حاجه زي ما انت عايز بس انت تبقى انت عارف الايفكت الفرق بين ديفيوز قصدي ديفيوز ديفيوز. لا ديفيوز انت بتحط فيها لون الا اذا كنت انت عايز تعمل طوب فرعوني مثلا او طوب الحجري. يعني انا لو عايز اغير اللون الابيض ده اخليه لون ديفيوز. انا عايزه ديفيوز على طول بس ما بس ما المسش ما المسش البامب في اللون. لا مالكش علاقه مالكش علاقه لان انت كده كده انت حاطط فيه تيكتشر حط فيه لون اهو تاني بقى معلش اخيرا السلوت اهي واجي هنا كده من ديفيوز واجي هنا بيت ماب. انا خدت خلي بالك من بيت ماب هاخد صور انت معايا؟ لو انا حطيت ديفيوز سوري لو انا حطيت انا حطيت في ديفيوز صوره اللون الصوره هو اللي هيبقى هيطلع حتى لو انا مثلا انا بشوف صور مثلا ابيض واسود عجباني بس عايز اديهم لون فلازم احطهم ديفيوز ولا بامب من هم فيهم التكستشر. صوره عجباك صوره عجباك وعايز تحط لها لون ده فوتوشوب مش هنا ممكن تلعب فينا في الالوان. لا مش قصدي مش قصدي يعني انا دلوقتي شفت الصوره للتكستشر مثلا خشب ابيض واسود تمام فالصوره دي انا عايز اعملها ماتيريال فدلوقتي انا هحطها ديفيوز وهحطها عايز اعمل برضو الطالع والنازل بتاعها فهحطها برضو بامب وبس لا بامب بص ده مثلا كوركشن ولا حاجه. لا لا بامب الخشب بامب ماشي هي كده هتطلع ابيض واسود بس يعني هتطلع الطالع والنازل هيبان بعد كده اخش على ايه على شكل انت هتيجي تحط هتيجي من ديفيوز هتحط اللي هي شكل صوره الخشبه ثم هتيجي من بامب هتحط التيكشر بتاعته اللي هي الجراي زي ما احنا عملنا في الباركيه المره اللي فاتت. ولو عايز اغير اللون عايز العب في اللون الخشب جوه في ماكس. لا ده هتغيرها بقى هتغير الصوره هتغير لون الصوره نفسها. مفيش ده امال ايه كولر كوركشن ده؟ ما هي دي بقى ما هي اللي انت هتعملها فيها هتغير فيها درجات الصوره هتديك بس في حدود جوه الماتيريال جوه الماتيريال نفسها. يعني انا شفت ناس بتعمل مثلا بتعمل الديفيوز وقبل ما توصله قبل ما توصله للديفيوز بتعمل كولر كوركشن وبتلعب في اللون بعد كده بتوصله لاول واحده بتاعت الديفيوز سواء قبل او بعد الكولر كوركشن. يعني بص انت عندك الصوره اهي سواء كولر كوركشن في الفي ري 5 او حتى هنا اهو كده اهي وادي هنا الهيو ساتوريشن مثلا بتاعتك اهي. بس انا كده بلعب في الريندر كلها انا عايز الماتريال بس. بص بردك مش هتديك اللي هي الاختيارات اللي انت محتاجها في تغيير شكل الطوبه او تغيير شكل الخشبه بالظبط. ثواني بس انا لما بلعب في دي بلعب شكل الريندر الشوط كلها مش في الماتريال اللي انا يعني انا لو غيرت الصوره هنا. لا
نزل لاير، شوف انت انت واقف على انهي لاير زي بقى لاير الساتوريشن والوايت بالانس قصدك يعني؟ اه ولا ماشي، ما هو برضه هيأثر في الشوت كلها. يعني انا دلوقتي انا عايز اغير لون الارض بس، بدل ما هي مثلا تحديدا بدل تحديدا انت عايز تروح تغير، اسمعني بس عبد الله، انت دلوقتي عندك الشوت ده كده، انت عايز تروح تغير شكل الحيطه دي بس فقط صح؟ الماتيريال اه، يعني بدل ما هي مثلا خشب خشب لون خشب عايز اخليه جراي، اللي هو اللون الخشب الجراي ده، بس بقيه الشوت عايزها نفس الالوان زي ما هي، فانا اكيد هلعب في الماتيريال. الماتيريال نفسها بقى هتروح تخليها هناك في الماتيريال نفسها، تحط اللي هي الجراي دي في ديفيوز. ايوه تمام، ازاي بقى؟ باللون كده عادي ولا في كولر كوركشن هيتحط قبل الديفيوز ولا انت عندك ادي انت عايز الشكل بتاعك يكون جراي، اي ادي ديفيوز انت كده كده معاك الصوره بتاعتك اي اه يعني يعني أو يعني اقول اه نختار 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 لا لا مش دي ثانيه سوري سوري لا لا ممكن نختار صوره من الـ من الـ من اللي جوه الفايل بتاع ال ورا تاني اي صوره اللي هو اللي بتنزل مع الفير البلفيري اللي هو الاوتو ديسك شيرت التكستشرز وكده اه بالظبط، نختار مثلا اي اي صوره من الصور بتاعه بتاعه الخش. انا دلوقتي عايز احول دي كده بندخلها ديفيوز تمام، وعايز دي تظهر قدام عينك جراي اه اعملها فوتوشوب ما ينفعش من هنا ينفع، انت هتلاقي في عندك مونوكروم بس دي هتلاقيها هتقلل لك الكواليتي بتاعه الصور. افرض عايز اعملها اي يعني مش لازم مونوكروم، عايز اعملها اي لون تاني لا لا غيرها بقى فوتوشوب، لازم فوتوشوب لا اه ما خلي بالك انت في بعد ال 3 دي ماكس ان في عندك فوتوشوب بتبقى في عندك بوست برودكشن، بوست برودكشن ده انت بتفتح الفوتوشوب وتبتدي تعدل فيه. يا بص ادي الصوره اهي، واجي هنا الاوتبوت اهو، واجي اقول له احنا شغاله لك كده ايه بص الايفكت حتى كمان اللي هتطلع يعني هتلاقي ان هي حتى ضعيفه يعني مش مش اللي هي ال بص انا بسال عشان لو 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 مثلا اللون الى حد ما عجبني بس عايز اعمل تغيير صغير فيه مثلا. لا تغيير صغير يبقى من هنا الاول بوت يعني لو هو هو براون اللي هو براون بتاع الخشب بس عايز اخليه فاتح شويه ولا عايز آه. عايز اخليه هنا اه ده متاح من هنا بقى ايوه لكن لو انت عايز تعمل تغيير جذري في الصوره يبقى انت عندك فوتوشوب استاذي في الموضوع. وصلت؟ لو انا عندي الصوره دي بس اقدر اعمل فيها التكستشرز بتاعه البامب ممكن من غير من غير صوره البامب يعني انا معايا يعني انا دورت ولقيت صوره عجباني بتاعت تكستشر من خشب ماشي بصورة سهلة مع بس عايز بعمل الحتة الفراغات اللي ما بينهم واطلع وانزل فيها اه بس خد بالك الفراغات اللي ما بين الاصل الصورة والتيكتشر بتاعتها لو انت حطت هنا باركيه يبقى لازم يبقى التيكتشر اللي حطها في بامب لازم يبقى واخده نفس التقسيم، ما ينفعش ان انت تروح تعملها تقسيمة تانية اذا كان اصلا عبارة عن باركيه بس سيراميك تبين فيه العرانيس اللي هي الرباعية مثلا انت فاهمني؟ يعني انت ما ينفعش تيجي هنا مثلا هنا في البيت ماب وتيجي تقول والله انا هاخد مثلا التقسيمه تعال نرجع تاني للتيكتشر دي كده حاجه اخد مثلا التقسيمه اللي هي دي ايه هو مش هيقول لك لا بس هنا بالنسبه لك هيبقى عباره عن ايه زي سيراميك واخد التقسيمه دي او حيطه واخد التقسيمه دي فاهمني مش يعتبر خشب بقى بص اه اكيد ممكن في طريقه ان انا ممكن اروح الفوتوشوب مثلا واقلب الصوره دي طبعا انت عندك من قائمه ايمج اه من قائمه ايمج ادجستمنت هتلاقي في عندك دي ساتوري بدلها بس البامبش نعم يعني يعني انا قصدي يعني انا لو معايا الصوره صوره الخشب بس ممكن ادخلها فوتوشوب اعملها ابيض واسود وبعد كده ادخلها عشان اطلع